هنبتدي حوارنا بأسئلة عن الاقتصاد. أبرز مشكلة بيواجهها الاقتصاد المصري النهاردة هو عجز الموازنة، وأعتقد أنها معضلة كتب فيها كثير من الاقتصاديين. لو توليت منصب رئيس الجمهورية، إيه هو الحل العاجل اللي ممكن تعمله لحل أزمة عجز الموازنة؟ لابد من ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، العمل على مراجعة عدد من العقود اللي تمت في عهد النظام السابق، سواء عقود الاستثمار أو عقود بيع الأراضي، وقف تصدير الغاز لإسرائيل وأسبانيا حتى لو اضطرينا ان احنا ندفع يعني تعويضات على التحكيم، لأن احنا في أمس الحاجة للغاز اللي بيتصدر. عندك أمل في استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج؟ عندي أمل، بس لازم تتوفر مجموعة من الشروط. أهم الشروط ديت ان يبقى في تغيير حقيقي في النيابة العامة والنائب العام والأجهزة الرقابية في الدولة، وتغيير قانون السلطة القضائية، وتتعامل لجنة لإدارة هذا الملف بالتشارك ما بين وزارة الخارجية ووزارة العدل والحملة الشعبية لاسترداد أموال مصر، لأن الحملة دي قامت بمجهود كبير جدا في حصر الأموال، وبالتالي تبقى شكل من أشكال المشاركة الشعبية في استرداد واستعادة هذه الأموال مرة أخرى. حضرتك اشتغلت على الموضوع ده ولا؟ اشتغلت في البداية، وبعد كده انشغلت بشوية حاجات تانية. طيب هنرجع تاني للموازنة العامة، ايه هو موقفك من الاقتراض من الخارج؟ الاقتراض من الخارج ممكن يبقى ضرورة في بعض الأحيان، لكن أتمنى ان احنا ما نلجأش ليه إلا إذا كانت الضرورة ملحة بدرجة كبيرة، وما يبقاش على الكارد أي شروط اقتصادية أو سياسية، سواء بتحدد لنا نمط الاقتصاد اللي نتبعه أو بتفرض علينا بعض الاشتراطات السياسية. من إنجازات حضرتك كمحامي معروف القضايا الخاصة باستعادة الشركات التي تم تخصصاتها بشكل غير سليم. في ناس شايفة أنه هذا الاتجاه إلى استعادة هذه الشركات ممكن يكون سبب في هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مصر، أو في تردد أي مستثمر أجنبي عايز يستثمر في مصر. إيه رد حضرتك عن هذا؟ في الحقيقة يعني مش شايف الموضوع بالسهولة دي. في فرق بين نظام مبارك للعالم كله كان عارف ان النظام قائم على الفساد، وعارف قد ايه العقود كانت بتتباع، وشعب قام بثورة محتاج يسترد يسترد ثروته اللي اتباعت خلال السنوات الماضية، وان كل المؤشرات اللي بتتقال في الاحكام القضائية اللي خدناها لحد دلوقتي كلها بتوضح ازاي كان في اهدار للمال العام، وفي غياب لفكرة الشفافية وتكافؤ الفرص حتى ما بين المستثمرين. يعني اغلب العقود دي كانت عقود بالامر المباشر بدون اتباع قانون المزايدات والمنقصات، في غرف مغلقة باسعار ثمنها بخس، باشتراطات تهدر حقوق الشعب المصري. ممكن ده في بعض الاحيان يحصل شوية ضغوط من رجال الاعمال ويتكلموا حوالين ان هم يروحوا التحكيم وهيكسبوا التحكيم. انا ازعم ان هم مش هيقدروا يكسبوا التحكيم لو مصر تحركت بشكل جنائي عشان تكتشف ايه هي حدود اللي حصل في البيع دوت. هل المشتري كان حسن النية ولا ما كانش حسن النية؟ هل كان في عمليات رشوة وفساد ولا ما فيش عمليات رشوة وفساد؟ اعتقد انه النظام الفاسد بيجيب مستثمرين على شكلته. النظام الجاد اللي هيبني ديمقراطية مش هيبقى فيه طوارئ، هيحترم حقوق وحريات الجميع، هيبني دولة مدنية بتحترم سيادة القانون، اعتقد ان ده هيبقى مشجع على جذب العديد من الاستثمارات. طب ازاي ممكن نشجعها؟ برسائل مباشرة. التشجيع بالرسائل المباشرة بإقامة دولة المؤسسات، بالقيام بعدد من الإجراءات المهمة أهمها الطوارئ، إنهاء الحكم العسكري وعودة الجيش لسكناته، تغيير قانون السلطة القضائية، إعادة هيكلة الداخلية بحيث يتحقق الأمن ويتوقف التقصير الأمني أو الإضراب التباطؤي عن العمل اللي بتقوم به وزارة الداخلية. أعتقد أن دي إجراءات ضرورية لتشجيع المستثمرين. وأنا أزعم أن مصر مش هيبقى عندها أزمة في الاستثمار، مجرد فقط أنه يتم استقرار سياسي وأمني الاستثمارات هتتدفق على مصر أكتر من الأول،
بشرط ان احنا نضمن بجد احترام للقانون. حضرتك من الناس اللي على صلة وثيقة بالعمال وبحصات العمال في مصر، كيف ستستجيب لمطالبهم لما توصل لكرسي الرئاسة؟ مطالب العمال بسيطة جدا للأسف، يعني ان هم الناس اللي بيضخموها. لو بصينا على مطالب العمال، انا النهاردة كنت في مدينة السادات، عمال مصنع بشايل الصلب. عمال المصنع دول، مصنع من سنة 52 كان بدأ بمصنع واحد، بقى مجموعة فيها أربع مصانع كبيرة. مطالبهم مطالب بسيطة جدا، الأجور بتبدأ من 500 جنيه في مصنع صلب. مطالبهم مش ان هم يتساووا بمصنع العز اللي جنبهم، لأن دول بينتجوا في السنة 1,200,000 طن، عز بينتج 690,000 طن، والعمال اللي هناك بياخدوا مرتبات أكتر. ودي نماذج العمال الدهاني على إصالات استلام، إقرار باستلام عمل على بياض، إصالات استلام على بياض، يعني كل الحاجات، والحاجات دي تعمل بيها شكاوى لمكتب العمل. إحنا محتاجين يبقى في احترام لمعايير العمل، في عقود عمل حقيقية، العمال ما بيتم توقعهم على استمارة 6 وهم خارجين، في احترام للحريات النقابية. كل اللي بيشتغل في الصناعات الثقيلة وخاصة صناعة الصلب لازم يتصرف له وجبة، ولازم ياخد لتر لبن. دول بياخدوا وجبة 3 جنيه في اليوم. أنا بقول ده كنموذج، يعني 3 جنيه في اليوم دي ما تعملش أي شيء. بدل مخاطر ما بياخدوش بدل مخاطر، بالرغم إن هم بيقفوا أمام أسهار أفران سهر يعني حرارتها عالية جدا. فأنا أزعم إن مطالبهم كلها بسيطة، بترتبط إن رجال الأعمال يتخلوا عن فكرة التضحية بحقوق العامل كوسيلة للمكسب. وللأسف ده بقى نمط سائد، حتى لما العمال اللي كانوا شغالين قبل 2003، لما اتعمل قانون العمل 12 لسنة 2003، بدأوا يجبروا العمال على تقديم استقالة ويفصلوهم من التأمينات ويقولوا لهم هات ورق من أول وجديد، ويعملوا لهم عقد وفقا للقانون 2003 بسنة، عشان يبقى عقد مؤقت ويبقى وقت ما يحب يمشيه يحب يمشي. احنا محتاجين نربط ضمانات وحوافز الاستثمار زي ما بنربطها بفكرة الصناعة كثيفة العمالة، محتاجين نربطها بمعايير العمل واحترام حقوق العمل وحقوق البيئة وحقوق المستهلك. واحترام حقوق العمل دي تتم بتغيير قانون العمل ولا بإيجاد آليات لتنفيذ القانون؟ بتتم بأكتر من كده، بتتم أولا بالتأثير في عقلية رجال الأعمال بأهمية وجود علاقات عمل آمنة. يعني العامل لو هيبقى آمن في علاقة العمل هيدي أقصى إنتاج عنده. ده أهم من القانون، لأنه ممكن القانون يبقى بيقول نص والناس بتتحايل عليه. فأنا شايف التغيير في ذهنية أصحاب الأعمال ده شيء مهم. الإيمان بأن الحريات النقابية والنقابات العمالية هي قناة للتفاوض وليست كيان لمواجهة صاحب العمل فقط. لو آمن إنها قناة للتفاوض وإنه لابد إن يبقى في حالة ندية، صاحب العمل هو اللي بيدي العامل المرتب، بس كمان العامل هو اللي بيجيب المكسب للعامل، فلازم نبص على العلاقة إنها علاقة تشاركية. محتاجين لآليات تفاوض، محتاجين لاحترام حقوقنا بشكل متبادل بيننا وبين بعضنا عشان المركب تمشي أو العجلة تدور زي ما بيقولوا. فعشان كده تغيير في الثقافة، تغيير في القانون، إيمان بأهمية الحريات النقابية داخل مواقع العمل. طيب من العمال ننتقل للعاطلين عن العمل. نسبة البطالة في مصر وصلت 12% تقريبا. ازاي يعني هتحل مشكلة البطالة في مصر او هتتناول مشكلة البطالة في مصر مع العلم بان عندنا مشكلة كفاءات وتدني كفاءات البشر في مصر بشكل عام؟ طبعا ابدأ بالكفاءات وتدنيها. للأسف لا رجال اعمال ولا دولة اهتمت بالتعليم ولا بالتدريب. فما ينفعش يجي لما طفل يبقى عندك انت معلمتوش، طفلك، فتلوم طفلك انه ما تعلمش. انا لازم الوم نفسي الاول، لاني انا المسؤول عن هذا الطفل، انا المسؤول عن وضع برامج تدريب وتدريب تحويلي لتهيئة العمال ده. والسؤال بيبقى هل العامل المصري لو خد حقه في التدريب هيعمل انتاج زي نظيره في اي دولة في العالم ولا لا؟ انا شايف العمال يمكن في بعض الاحيان اللي بيحصل الناس بتجيب اجمالي الناتج القومي قد ايه،
وتقسم الإجمالي الناتج دوت على عدد العاملين كلهم ويطلع لك إن العامل المصري في اليوم بيشتغل نص ساعة، ده مش حقيقي لأن ده ظالم. عمال العين السخنة كنت أنا مسؤول، كنت بمثلهم في التفاوض، كانوا طالبين أرباح. مينا العين السخنة اللي خدتها شركة دبي، فمحققين أرباح 85 مليون دولار سنتين، كانت الشركة رافضة تديهم الأرباح. فأنا يعني بسألهم انتوا حققتوا المبلغ دوت ازاي؟ فقالوا لي ان شحن وتفريغ الحاوية المعدل العالمي 28 حاوية في الساعة. طب الشركة طلبة منكم ايه؟ الشركة طلبة منهم 20 حاوية في الساعة، وما زاد عن ذلك بياخدوا عليه حفز عشان توصلهم لل 28 حاوية. كويس، انتوا بتعملوا قد ايه بقى؟ بيعملوا 52 حاوية في الساعة، ضعف المعدل العالمي، لدرجة ان الشركة بتاعت الوينش قالت لهم كده الونش يتكسر، لازم تشتغلوا ما تشتغلوش أزل من 28 حاوية في الساعة. فأنا أزعم إن العامل المصري عنده إمكانيات وقدرات زي وزيك وزي كل المصريين، لو توفرت لي فرصة هيعمل إنتاج محترم، بس يدي له حقه. ما ينفعش أطلب من عامل إنه ذهنه يبقى حاضر ليا وبيشتغل 7 ساعات عندي بجد، ومفروض 8 ساعات فيهم ساعات غدا، بيشتغل 7 ساعات بجد ويعمل لي إنتاج وهو عارف انه مرتبه مش هيكفي 10 ايام، فبيدخر جزء كبير من جهده عشان يعمل بيه شغل تاني، لا بعد ما يخرج من الشغل يدور على وظيفة تانية او عمل اضافي اخر. عشان كده احنا بنسمي لما كنا بنتكلم في الحد الادنى الاجور، بنقول في القانون عندنا حاجة اسمها الاجر الوهمي. لما يبقى الاجر ضعيف ولا يتناسب مع اسعار السلع والخدمات الاساسية في المجتمع احنا بنسميه اجر وهمي، لان المفروض العامل اللي بيشتغل 8 ساعات عمل ياخد اجر يكفيه ويقدر يعيش. لما الاجر ما يكفوش بيبقى اجر وهمي. في مقابل الاجر الوهمي ده ايه؟ لا تتوقع اي رجل اعمال او رب عمل الا ان يحصل على عمل وهمي. الاجر الوهمي مقابل منه عمل وهمي. الاجر الحقيقي وضمانات علاقات العمل الحقيقيه هتاخد منها التزامات حقيقيه وانتاج حقيقي. ناوي تعمل ايه في العشوائيات وفي مشروعات الاسكان للطبقات الفقيره؟ أنا بسميها الإسكان غير المنظم، لأن من وقت الدولة ما بدأت تهتم بشكل كبير جدا بالسكن الفاخر وتدي الأراضي بشكل أكبر للمستثمرين، وبقت الشقق للفقراء بقت صعبة جدا أو في أماكن بعيدة عن مقر عمله، يعني يبقى في العبور ويبقى مثلا شغله في العتبة، فعشان يجي من العبور للعتبة محتاج مصاريف في اليوم ما تقلش عن 15-20 جنيه، يعني حوالي 600 جنيه في الشهر، وممكن يبقى دخله كله 1000 جنيه، فاستحالة بمكان انه يبقى شايف ان ده كويس، فيدور على حتة في تراب الغفير او في الدويقة تخليه يروح بجنيه رايح وجنيه جاي بدل 15-20 جنيه في اليوم. فبدأ يحصل الاسكان غير المنظم بالطريقة دي. انا متخيل ان احنا محتاجين محورين، محور محاولة تطوير الاسكان اللي موجود دوت، والتطوير التطوير بناسه. ما ينفعش التطوير يبقى قايم على فكرة ان المنطقة دي بقت قريبة من وسط البلد فتزغلل في عينينا ناخدها ونطردهم براها ويحصل اللي حصل في مناطق كتير. والتجربة دي اتعملت في مصر في مرة واحدة بس، اتعملت في زينهم في السيدة زينب. قد ايه كانت عاملة ازاي قبل التطوير وقد ايه بعد التطوير، لو رحناها دلوقتي مكان عادي جدا ونقدر نقول عليه انه مكان طبقة متوسطة. فاحنا محتاجين ندي الفقراء فرصة، محتاجين نعمل عدالة في الخدمات الأساسية والبنية التحتية والمدارس، فلابد ان التطوير يبقى بالناس. عشان كده مثلا رمل البولاق اللي في مسبيرو انا من اشد المعارضين، ومن قبل الثورة كنت بشتغل معاهم على فكرة ان شاء الله نموت في الارض دي وما يطردوش الناس. في ستات انا قابلتهم كبار في السن، في حاجة اسمها الذاكرة المكانية، وجدان الواحد بمكانه، يعني انه المكان ده يخرج منه غصب عنه، ده الثمن على البشر لازم نبقى مقدرينه. والمنطقة دي احنا سبناها ليهم وعايشين فيها بدون اي خدمات، فلما بدأت تقرب من الضوء وبدأت تزغلل في عينينا يبقى الحل ان احنا نشيلهم هيلة بيلة ونوديهم الصحراء، ده غير عادل بالمرة. فلازم التطوير يبقى بالناس، ده من زاوية. المحور الثاني، مفيش بديل عن اسكان قومي، بس اسكان قومي مش بالطريقة اللي كانت معمولة ب 65 متر و 40 متر، ده عبث اقتصادي.
كمان يعني فوق ان هو غير ادمي انسانيا يعني ده عبث اقتصادي. انا لو هعمل شقه 100 متر معناها ان انا بوفر اشتراطات السكن الملائمه، وال100 متر معناها على المدى الطويل هي افضل اقتصاديا من ال65 متر و40 متر، لان اي رب اسره لو كان او شاب لسه بيتزوج بعد سنتين ثلاثه لما يبقى عنده اولاد هيبقى محتاج يوسع. فانا ليه طول الوقت ابقى يعني قاعد اعمل حلول جزئيه مش هتؤدي لنتيجه؟ انا محتاج اعمل الازمه الاساسيه بتبقى في البنيه التحتيه في المرافق، مش في البنى بس، مش في تكلفه البنى. فالبنيه الاساسيه مش فرق التكلفه مش هيبقى كبير، فانا محتاج تبقى 100 متر صافي تحت. طيب وانا بعمل ال 100 متر دي انا بقول انه اسكان مدعم، ينفع ان انا تبقى التكلفه المفروض بالربح 75000 جنيه عشان الشاب بياخدها بما يعادل 275000 جنيه. ليه؟ لان انا كمان ما سبتش الموضوع كطبع اجتماعي، صممت ان احوله شكل تجاري المستثمرين يقدروا يكسبوا منه عن طريق شركات التمويل العقاري. فشركه تيجي تروح واخده ارض من الدوله وحاطه يافطه كبيره جدا انها تعمل اسكان قومي للشباب، وفي نفس الوقت عامله شركه تانية بتاعتها برضو من راس مالها اسمها تمويل عقاري، فالشباب يروحوا يمضوا عقود وتبقى الشقه واقفه عليهم ب 275000 جنيه اللي هي في حقيقتها 75000 جنيه وفايده مركبه. طب ما انا ادخل بنك ناصر واعمل فايده بسيطه، والفايده البسيطه دي هتخلي الشقه ب 125 او ب 100000. يعني للاسف احنا بنفقد الطابع الاجتماعي دايما مضمون، فعشان كده انا مع الغاء الفايده المركبه ودخول بنك ناصر مكان البنوك الاستثماريه او شركات التمويل العقاري لتمويل هذه المشروعات، مشروعات الاسكان المتوسط. هي اسمها اسكان قومي، ليه اخدع نفسي واضحك على الناس واعمل يافطه وهي في حقيقتها تحولت لحاجه ثانيه؟ لا، اما اسكان قومي بجد لا اما لا. من الصعوبه بمكان تبقى شقه 65 متر تبقى واقفه بما يعادل 275000 جنيه على اسره يعني مش لاقيه تاكل. الثوره قامت من اجل الحريات بس كمان من اجل حياه كريمه للمواطن، معنى ان يكون في خدمات، تعليم، صحه، مرافق، والحاجات دي محتاجه يعني غالبا انفاق اكتر من اللي كان بيتم في الفترات السابقه. ازاي ممكن نوفر يعني تمويل لتحسين المرافق؟ بس السر في البلد دي هيبقى في رجال الاعمال. ويمكن في بعض الاحيان لما باجي اتكلم ومتبني قضايا العمال ناس بتخيل ان انا ضد رجال الاعمال ومتجني عليهم لا. المجتمع عشان ينهض انا محتاج اشغل الثلاث قطاعات اللي في المجتمع. محتاج القطاع الخاص، محتاج القطاع التعاوني، محتاج قطاع الدوله لابد انه يتدخل. وقطاع الدوله ده لوحده فيلم كبير. بمعنى عندنا شركات تحت مسمى قطاع الاعمال العام اكثر من نصها متوقف، وبرغم ان ده محقق ارباح يعني ارباحها السنه دي 3 مليار و9 من عشره، الشركه القابضه للكيماويات بس 1 مليار و9 من عشره ارباح. تعال نشوف بقى بقيه الوزارات اللي هي في حقيقتها شركات قطاع عام، فراحوا مغيرين الشكل القانوني بدل ما تبقى خاضعه لقانون القطاع العام عملوها شركه مساهمه. كل شركات البترول التابعه لوزاره البترول دي ايه؟ مش شركات خاصه. هو غير الشكل القانوني عشان يسميها مملوكة ملكية خاصة بالدولة، لكن دي قطاع عام. كل شركات الطيران قطاع عام. طب ما نخلي القطاع العام عام يعني ويبقى الموضوع واضح وتطبق القواعد عليه بشكل كامل يعني. وده قطاع الدولة اللي مهموم انه يشتغل ويدور على صناعات كثيفة العمالة. لان انا عندي القطاع الخاص، انا ما اقدرش اجبر قطاع خاص بنسبة عمالة محددة. مفيش مصنع يستوعب 100 عامل اقول له خد 200، ما اقدرش. ولو عملت ده ههرب رجال الاعمال هيسيبوني. والجهاز الاداري للدوله 6 مليون عامل زائد نص مليون عماله مؤقته لازم يتثبتوا، لان دي عماله مؤقته بقى لها كام سنه بدون ضمانات حقيقيه، وكان بيتم استغلال حاله البطاله الموجوده في البلد عشان استنوا السنه دي هتتعينوا السنه دي. ناس بقى لها 17 سنه. ازاي مع التعديل ده نقدر نوفر موارد للخدمات وللمرافق؟ ما انا بقول وانا بشغل ده انا محتاج اشغل التعاونيات. التعاونيات كان عندنا قطاع تعاوني زمان واحنا ذبحناه. والتعاونيات من ضمن الاشكال المجتمعيه العبقريه اللي بتعيد للذهن فكره امكانيه العمل الجماعي وامكانيه النجاح الجماعي.
لو اتخلقت بيئة تشريعية وسياسية مواتية لنهوض التعاونيات في مصر هتحقق إنجاز مهم. وممكن أدي مثال فيما يتعلق بالزراعة. أنا محتاج أعمل سياسة الكرة البديلة. عندي العديد من محافظات في الوجه البحري ليها ظهير صحراوي، يمكن كم محافظة كده ثلاثة أو أربعة اللي ما لهمش ظهير صحراوي، الأهلية، دمياط، ما لهمش ظهير صحراوي، بقيت محافظات الجمهورية ليها ظهير صحراوي، وأنا بقول إن الشريط ده شريط ضيق جدا اللي على ضفاف النيل. طب أتوسع إزاي؟ أنا هتوسع زي ما بعمل حافز لرجال الأعمال، بعمل صندوق دعم صادرات، بعمل مدة 10 سنين بدون ضرائب، بعمل أراضي بثمن قليل. طب ما نعمل تحفيز لاستصلاح الأراضي في القرى البديلة دي، أخد الفلاحين بدل أنا اديت أراضي كتيرة جدا لرجال أعمال وما عملوش فيها حاجة. طب ما أعمل ده على تعاونيات إصلاح الأراضي، الفلاحين وطلبة كلية الزراعة والمعاهد، وقول لهم تعالوا تملكوا أرض، هيطلعوا الفلوس اللي عينها وهيتملكوا أرض. ومصر فيها فلوس، ولما فيهاش فلوس استحالة مكان ما يبقاش فيه فلوس يروح يعمل مارينا اللي بيقعد فيها في السنة يعني شهر شهرين، يعني مليارات اترمت هناك. ماشي، كمية الأموال اللي بتنفق دلوقتي في الريف المصري على فكرة كبيرة. العربيات اللي بقت في الريف المصري بقت كتيرة. الانفاق الطرفي على الموبايل بقى بدل الموبايل الواحد معاه 2 و3. فأنت محتاجة تعيدي بناء حلم وتشجعي الناس على التملك عشان تقدر تشتغل. فأنا أزعم إن لو بدأنا نعمل سياسة القرى البديلة ونملك الفلاحين هذه الأراضي بشكل حقيقي، ده هيشجعهم على ضخ أموال واستثمارات. لو المصريين في الخارج اتعمل التعاونية ليهم وبدأوا يشعروا إن في حلم لبناء صناعة وبناء اقتصاد، أنا متخيل إنهم هيقدروا يساعدوا بشكل كبير. بس الناس تحس بالحلم. وعايز أدي ده مثال، العديد من المصريين في الخارج أول ما الثورة نجحت كانوا بيجهزوا نفسهم إنهم يرجعوا مصر، وكانوا مبسوطين جدا، وعرضوا في بعض المبادرات إن هم يدفعوا مليارات عشان القمح، إن إحنا نزرع ونستصلح مساحات من القمح. عندنا سيوة مش محتاجة حاجة، يعني محتاجة إرادة سياسية ونبدأ، مش محتاجة أي حاجة كبيرة. عندنا أراضي النوبة جنوب السد العالي من أخصب الأراضي في العالم، تزرعش ليه؟ مش فاهم. ففي أفكار أنا يعني متخيل إنها محتاجة بس يعني توافق مجتمعي وإرادة سياسية. يعني بعد آخر حضرتك بتتكلم عن مشروعات قومية كبرى ممكن عائدها يصرف على الخدمات زي التعليم والصحة والمرافق طبعا. يعني أنت محتاجة تعملي زراعة وصناعة، ومن عائد ده يعني لما بتبني صناعات كثيفة العمالة وتملكي الناس الأرض أنت بتخففي وطأة البطالة. طيب تتصور ايه مستقبل السياحة في مصر في خيالك؟ يعني هل تتصور ان السياحة لازم تستمر كأحد الموارد الأساسية للدخل القومي، ولا يعني ايه الدور؟ يعني هل عندنا رفاهية ان احنا ما نعتبرهاش؟ لازم، هي قطاع مهم جدا وحيوي، موفر فرص عمل ضخمة، محقق أرباح ودخل مهم للمجتمع. على العكس احنا محتاجين ننشطه. يعني مش بعض الأفكار اللي بتقول اقفل السياحة الشاطئية، تبقى جدا روح شوف تركيا. يعني تركيا اللي هي دولة إسلامية دلوقتي وحكم إسلامي، السياحة الشاطئية محدش بيتدخل فيه. أنا محتاج كل أشكال السياحة في مصر سواء شاطئية أو علاجية أو حتى رياضية أو سياحة المؤتمرات. يعني وعندنا بيئة خصبة تؤهل مصر أنها تبقى مناطق جذب سياحية عالمية. لكن كمان محتاج يعني ألغي الأولم كلوزف اللي هم عاملينه دوت، اللي في النهاية فاد بعض شركات السياحة لكن ما فادش السياحة كصناعة، لأنه بدأ يجيب لي نوعية سياح درجة ثالثة، فبيجي 7 أيام 6 ليالي ب200 يورو، بيدفعش مليم، ما بيدفعش مليم جديد، هو العرض جاي له من شركة السياحة برا بده، فبيجي بياخد 3 وجبات أوبن بوفيه، ما بيدفعش، حتى ما بقاش فيه رقابة جودة ولا تفتيش ولا بقى فيه إبداع من العاملين في السياحة، لدرجة إن العديد من المصريين اللي معاهم جنسية أخرى لما يحب يجي يتفسح في مصر وهو عايش في مصر بيحجز من مكتب سياحة من دولة أخرى عشان ياخد التخفيض اللي السائح الأجنبي واخده. إحنا محتاجين تغيير شوية في نمط السياحة اللي موجودين عشان نقدر نستفيد بشكل أكتر من كده.
السياحة الثقافية يعني الأهرامات والأقصر وكل متاحفنا احنا ضيعنا جزء كبير منها. محتاجين نتعامل بحرص مع فكرة المرشدين الأجانب, المرشدين السياحيين الأجانب, وازاي نفتح لهم العمل في مصر, لأن ده قطاع حيوي, ده قطاع بيستقبل السائح الأجنبي بيقول له ايه هي شخصية هذا الوطن وايه هو تاريخ الشخصية المصرية. من الصعوبة بمكان ان انا اتعامل مع الموضوع واسيب ان في سائح, ان في مرشد اجنبي هو اللي بيتولى ده بيقول ايه بيعمل ايه, ده محتاج نظرة في الحقيقة. حضرتك في برنامجك او في تعريض البرنامج اتكلمت عن رعاية القطاعات الثلاثة اللي هم الخاص والعام والتعاون, لكن ما رسمتش سياسة تصنيعية واضحة, بمعنى انه عايزين نعرف موقفك من برنامج زي برنامج الخصخصة, هل هيستمر بشكل اخر, هناك طرح اخر للخصخصة, ولا ترى ان هو يتوقف تماما؟ يعني اولا يعني الخصخصة وقفت من ايام مبارك, فما حدش يقول ده خالد جاوب عايز يوقف, هي وقفت من ايام مبارك لانها يعني جابتنا لمسة اكتاف زي ما بيقول, وكل عوائد اللي تمت, انا ابقى كذاب لو قلت ان ما كانش في عوائد تنميه خلال الفترات الماضيه, كان في عوائد, بس طريقه توزيع العوائد ديت كانت طريقه غير عادله مقتصره على فئه محدده. لما يبقى 5% من رجال الاعمال خدوا 85% من اجمالي القروض, على كل رجال الاعمال ان هم يسالوا نفسهم يعني هل ده كان عادل ولا ده كان لخدمه فئه محدده فقط حتى داخل رجال الاعمال. رجال الأعمال فاهمين كويس جدا وقابلين إن الدولة يبقى عندها قطاعات بس ما تسمهاش قطاع عام وسكتين, إن الجيش يبقى شغال في الجيش بيصدر منتجات زراعية. أنا كنت مع فلاحين في الإسماعيلية, المفاجأة بالنسبة لي إن هم قالوا إحنا مش عايزين الجيش يزرع, فأنا في قرية اسمها الوصفية قريبة من الصالحية, فانا اهتميت افهم انتوا ليه مش عايزين الجيش يزرع. انا فاهم ان الجيش بيزرع عشان يعمل منتجات الغذائيه بتاعته. لا ده كان بيعمل منتجات غذائيه بتاعته وبعد شويه بدا يبيع بعض منتجات وبعد شويه بدا يصدر, فكل الخضروات دلوقتي بيصدرها وبيعمل الفلفل بكل الالوان وبكل المقاسات, فلما بيجي يصدر هو ما عندوش تكلفه انتاج العماله, عماله مجنده, فبيقدر يطرح في السوق الاوروبي والسوق الامريكي اسعار اقل من الفلاح العادي والشركات الزراعيه المصريه, فقفل عليهم ماشي. فيش رجل اعمال قادر يفتح بقه ويتكلم عن ده, ولا قادرين يتكلموا على البترول, شركات البترول اللي موجوده, وكان كلمه قطاع العام دي يعني هي اللي هماهم. طب ما الدوله هي رب العمل الاكبر, هو لا يعني معلش اي مستثمر في دول التراخيص والاراضي وكل الدعم اللي كان بياخده ما بياخده من الدوله, وكان ده في مقابل ايه؟ ان يتعمل للاسره الحاكمه عقد بنسبه زي مثلا بالم هيلز 48 مليون متر مربع في 3 سنين مخزون اراضي, وكان علاء ونسيبه وعديله مساهمين في راس مال هذه الشركه, وانا قدمت الورق ده للمحكمه ماشي. طب ما بدل ما يبقى الموضوع بيئه للفساد وان انا عشان حاكم بدخل ولادي في راس مال الشركه, طب ما تتعمل المشاريع ما بين الدوله وما بين القطاع الخاص. وفي مدينتي انا طرحت في مدينتي لحل ازمه مدينتي لما كنا واقفين في القضيه وخدنا حكم بطلانتهم, احنا مش ضد شركه طلعت مصطفى ولا ضد حقوق الحاجزين, بس ما ينفعش يبقى المشروع كده متاخد ب 7% فقط من المباني, ودول 33 مليون متر مربع لو جينا حسبناهم هيبقى 300 جنيه المتر. فكنت بطرح في مدينتي حلا للازمه عشان القضيه, احنا مش عايزين الحاجزين يطمنوا ان شركه طلعت مصطفى هي اللي هتنفذ المشروع وتكمله, بس عايزين الدوله كمان تستفيد. فطرحنا فكره الشراكه ما بين الخزانه العامه وبين شركه طلعت مصطفى, ان الدوله تدخل بنص التكلفه وتاخد نص الارباح. فطبعا الشركه رفضت. طرحنا عليهم ان السعر يبقى سعر عادل, هو بيبيع الشقه المتر اقل متر ب 5000 جنيه, فقلنا لهم المتر يبقى ب 1000 جنيه بدل 300, فال 300 عامله 10 مليار, لو ب 1000 جنيه في 33 مليون متر ف 33 مليار, يعني 23 مليار هتدخل خزانه عامه, ده على فكره من عقد واحد. وغيرها وغيرها من العقود اللي بدات, لو بدات تتراجع
المصرية الكويتية 27,000 فدان وخدوا 11,000 فدان وضع يد. خبر الفدان ب 200 جنيه لما تيجي تقسميها على المتر، المتر يبقى واقف ب 4.5 ساعة. لما رفعنا قضية الشركة قدمت طلب تصالح وقدمت عرض وفقا للي قاله محامي الشركة قدام المحكمة، ما قدمش مستند، احنا مقدمين تصالح مستعدين ندفع 7 مليار دولار، يعني 35 مليار جنيه مصري، ده من عقد واحد. فلو بدأ مراجعة العقود المستثمرين مش هتفشوا ولا حاجة ولا هيجروا ولا حاجة. هم عارفين هم مخالفين، هم عارفين ان السعر ده مش عادل، والسعر عشان يبقى عادل هيدفعوا فلوس. السليمانية عملت كده، في السليمانية دفع فلوس، ولو كنا بصينا الموضوع بجد سعر يبقى عادل عن كده كان هيدفع. فأقدر من خلال عقود الأراضي والعقود البيع اللي تمت ان انا اعيد التوازن، لان ده مال الشعب، ده لا مال المستثمر ولا مال العامل، ده مال الناس دي كلها عشان نقدر نعمل اللي احنا بنقول عليه من خدمات. بالاضافة لفكرة بقى بيع الاراضي للاجانب دي انها لازم تقف، لانها خطر، يعني خطر كبير جدا من زاوية، ومن زاوية تانية ده مش حقنا. لازم البلد دي تتساب للاجيال القادمة غير محملة باعباء ابدية. ده السعودية ما بتعملش كده، الصين ما بتعملش كده. طب ما اعمل حقوق انتفاع، يعني اعمل عقد انتفاع 25 سنة 30 سنة، لكن انا قاعدة بيه في الاراضي بالطريقة اللي كلها سفه ده ما يصح. في منجم السكري، تعرف احنا عندنا 120 منجم ده، كل مناجم الذهب دي شركات أجنبية، منها شركتين إسرائيليتين هما اللي شغالين فيها. منجم السكر اللي عايزين نتكلموا حوالين منه دوت، ده كان موجود من أيام الملك فاروق، والملك فاروق أصدر قرار بوقف استخراج الذهب من المنجم، وقال كلمة حكيمة، قال حفاظا على حقوق الأجيال القادمة لازم المنجم ده ما ناخدش كل اللي فيه ونسيب الأجيال اللي جاية تقدر تستفيد منه. فلما جت شركة أجنبية ده اكتشف، كأنها اكتشفت منجم السكر، هو كان موجود من بدري، والشركة قاعدة تطلع منه، محدش عارف ايه اللي بيطلع ولا ايه اللي بيدخل ولا اي حاجة. مراجعة كل المناجم والمحاجر في مصر، انا ازعم انه يعني حدود مصر بالمناجم بالمحاجر بالفوسفات بالطفلة بكل اللي موجود دوت يمثل قيمة اقتصادية فوق ما احنا نتخيل. طيب هل لديك طرح لمشروع قومي كبير ممكن يعني يستوعب عمالة ويؤدي إلى طفرة في التنمية في البلد في فترة قصيرة؟ التصنيع والزراعة، والتصنيع مش الشيبسي والكراتين، ولا نفرح بفكرة الصناعات الملوثة للبيئة اللي بعض الدول صدرتها لنا، اللي هي الأسمنت والسيراميك، هنقول ممكن هنقبلها شوية كده عشان العمالة وكده، لكن احنا محتاجين نعمل تصنيع بجد عشان يبقى في استدامة. في عندنا منطقة صناعية في ديروت لازم تتشغل، لازم تعمل مناطق صناعية. احنا طرحين ان يبقى في البرنامج عندنا مناطق مؤهلة زراعيا وينفع يتعمل حوالين منها مناطق صناعية، سينا، سيوة، المنطقة من أسيوط إلى حلوان، الطريق ما بين طريق الجيش والطريق الشرقي للنيل، المنطقة جنوب السد العالي، منطقة النوب، فتقدر تعمل حوالين منهم صناعات، ونقدر نشغل ميناء أبو رمادة ده في حلايب، وده ممكن يبقى بوابتنا لإفريقيا، وممكن يتشاف إزاي تعمل نقل من أبو رماد إلى مرسى مطروح أو إلى اسكندرية، فتسهل المسافة بتاعت قناة السويس، وميناء أبو رماد ده يعني ممكن يتحول لميناء عالمي، لانه سهل انه يربط ما بين اسيا وما بين افريقيا بطريقه سلسه. الامر انا في تخيل الامر مش صعب، احنا بنستورد سمك يا جماعه، احنا عندنا بحر ابيض وبحر احمر ونيل وبنستورد سمك، ده يعني ده شيء مش ممكن عقل يتخيله يعني. فانا يعني مش شايف الازمه زي ما هم بيوصفوا الازمه الكبيره صعبة. هي شبكة الفساد، ازاي شبكة الفساد وشبكة المصالح دي تقدري تفككيها وتقف؟ دي الثورة اللي بجد، لانها ما زالت متحكمة في دوائر اتخاذ القرار.
حتى هذه اللحظة. طيب أنا أول سؤال عايز أسأل حضرتك التعليم. إيه حضرتك شايف أهم المشاكل اللي في التعليم وإزاي نحلها؟ عشان خلال الفترة اللي فاتت كان كتير قوي بيحصل مبادرات ومش عارف إيه، بس يعني فعليا ما فيش حاجة حصلت. حضرتك شايف إزاي نحله؟ التعليم فيه مشكلتين، فيه مشكلة سهلة ومشكلة كبيرة. المشكلة السهلة هي الموارد. إن مخصصات التعليم في الموازنة ضعيفة جدا. أنا بطمح إنها توصل ل 15% زي البرازيل، ويبقى 5% منها للبحث العلمي، يعني 10 للتعليم و5 للبحث العلمي. ولو قدرنا نعمل ده، دي هتبقى نسبة كبيرة جدا، هتساعد في عمل بنية أساسية محترمة تستوعب كل ولادنا. فهي قضية في الفلوس، وعشان هي في الفلوس أنا شايفها مش هي الصعبة، القضية التانية هي الصعبة. إزاي نطور التعليم وإزاي نطور المناهج؟ عشان في صراع سياسي وصراع مجتمعي في هذه الجزئية، وخطر جدا. أنا مع أن كل مؤسسات الدولة لازم نتعامل معها باعتبارها مؤسسات قومية. مش معقولة كل حزب سياسي يجي أو كل طيار يجي عايز يغير كل حاجة على مقاس فكره وعلى المقاس اللي هو عايزه. فقضية مناهج التعليم وتطورها وآليات التعليم دي قضية محتاجة مشاركة مجتمعية في هذه الرؤية، عشان تبقى معبرة عن المجتمع كله، مش معبرة عن انحياز لحاكم موجود. تمام. طيب حضرتك دلوقتي كان المشاكل اللي فاتت جزء كبير منها انه المعلمين مش بيبقوا في يعني ما بيبقوش واخدين اعتبارهم لما بيغيروا مناهج او بيغيروا نظام ما. حضرتك شايف ازاي يعني كل كلامنا كويس، بس ازاي هنفعله فعلا بحيث ان هو فعلا يعمل تغيير، يكون الطالب ليه نشاطات وفي بيدي وجهه نظر وكده؟ هي المشكله مش انت هتفعليه ازاي، هي المشكله المناهج هتتغير على اي اساس؟ في صراع لشد الموضوع على ارضيه دينيه طول الوقت. تمام. ماشي. فهو ده الصراع. والمعلمين، العديد من المعلمين طرحوا بعض الافكار لتطوير العمليه التعليميه، منها مثلا ان ما يبقاش في الحصه مدرس واحد، ان يبقى فيه مدرس ومساعد، منها ان جزء كبير من اليوم يبقى قايم على الطابع الحركي وليس طابع الحفظ، وترك مساحات للاولاد للابداع، وعدم وجود واجبات بيعملوها في البيت، والاعتماد على التعليم المفتوح، مش مجرد ان انت تعمل له اجتماع ويبقى عامل كده يكتب. يعني في افكار كتيره مطروحه، بس المشكله تطوير المناهج. يعني حضرتك شايف المشكله الاكبر هي في المناهج؟ المشكله الاكبر في الدماغ. يعني هتتعمل ازاي في ظل الصراع دوت؟ احنا محتاجين توافق مجتمعي فيه، لان احنا عندنا تعليم ديني في الازهر، ماشي. فالتعليم الحكومي المفروض يبقى تعليم مدني، فمازال في صراع في المجتمع لشد الموضوع على. عشان كده ما تستغربش لما تلاقي السلفيين مهتمين جدا يبقوا ماسكين لجنه التعليم في مجلس الشعب ولجنه التعليم في مجلس الشورى، وبيتخانقوا في الحكومه الائتلافيه على وزاره التربيه والتعليم. لازم الناس تاخد بالها من الصراع ده. طيب دلوقتي بنسمع كتير ان في خطر على امننا القومي او خطر على الحدود او كده، حضرتك شايف ان هل فعلا في خطر ولا هو كلام يعني بروباجندا؟ على اي حد من الحدود؟ على الحدود الشرقية ولا الحدود الغربية؟ يعني نسمع ان في على حلايب وشلاتين وفي سينا. بصي، احنا في وضع لا نحسد عليه. تقسيم السودان بقى دولتين، واحنا ما احناش عارفين نتعامل مع الدولتين ازاي. ووضع فيما يتعلق بدول منابع النيل يعني سيء جدا. ليبيا وبتتحول لدويلات، وطول الوقت بقى في تهريب سلاح من على الحدود الليبيه. اسرائيل من ساعه الثوره ما قامت والخبراء العسكريين فيها بيتكلموا حوالين لازم نستعد للحرب القادمه مع مصر، وبدا يبقى في انتشار لقوات اسرائيليه في الجنوب بعد ما كانت القوات دي مع اتفاقيه السلام تراجعت. فاحنا في وضع ملتهب. لكن لو سالتيني ايه هي القضيه الكبرى بالنسبه لنا، احنا محتاجين نعمل حرب، نعملها على الفقر ونعملها على الجهل والقضاء على الأمية، وبقدر الإمكان يبقى حرصنا على بنى البلد وما ننجرش ليه صراعات تخلينا ما ناخدش بالنا قد إيه إحنا من الداخل في مشاكل كبيرة
واهم محتاجين نبني نفسنا الاول قبل ما نصدر الموضوع لمشاكل خارجيه وربما يتم استدراجنا رغما عنا لمشاكل خارجيه. يعني الداخل هو الاولويه مش الخارج. معنى طبعا طبعا. طب ايه حضرتك بس كنت بتتكلم على دول حوض النيل، ايه الدول اللي حضرتك شايف ان احنا المفروض نبص لها نتحالف معها او نوطد العلاقات بيها في الفتره الجايه؟ يعني دول حوض النيل مثلا، دول اسيا، ايه الدول؟ بص احنا محتاجين بشكل كبير جدا اولا نبدا من فوق كده ترسيم الحدود البحريه. لان الحدود البحريه لمصر ممكن توفر لمصر 200 مليار جنيه. ابار بترول وابار غاز طبيعي، واحنا سايبينها ملعب لاسرائيل وقبرص بدون ما نبذل اي مجهود في ترسيم هذه الحدود. محتاجين نتوجه لكل دول افريقيا بما فيها ليبيا والسودان ودول المنابع بطريقه مختلفه. يعني الشفونية المصرية دي لازم تقف، ان احنا اللي علمنا العرب وافريقيا واحنا مش عارف ايه، يعني كل ده يعني حتى لو انت كنت عملت ده ما ينفعش طول النهار تذل البشرية على انك انت اللي عملت دلوقتي. يعني لازم نبدأ نبص للشعوب دي على اننا شركة، وان نهر النيل هو مدعاة للحياة بسلام مع بعض مش للخلاف على اي وجه من الوجوه، ولازم نتعامل معهم ان هم انداد لنا، لان ده اللي بيكبرك. يعني لو انا لو اتعاملت معاك باعتبارك ند وانا مش افضل منك في حاجه ده هيكبرني في نظرك. اتنين، لازم نبعد فكره الصراع القانوني، يعني ان احنا نحط الموضوع على ارضيه الاتفاقيه بتقول كذا، لا الاتفاقيه لا الحق التاريخي، لان حط الموضوع وضعه على ارضيه قانونيه معناه استمرار الخلاف والنزاع ما بينهم. بالظبط زي اتنين يعني ما بينهم مشكله في المحكمه فقال خلاص هنصطلح وما تصالحوش في المحكمة، مفيش تصالح. فلازم نبعد المشكلة القانونية، لازم نتوجه اقتصاديا وسياسيا لتبادل تجاري وثقافي وتعليمي بيننا وبين دول افريقيا. واحنا في الطرحين في البرنامج احنا طرحنا مجموعة مناطق زراعية وكده، فطرحنا ثلاث جامعات يتم انشاؤها، جامعة الفيروز في سيناء وجامعة شالي في سيوة وجامعة افريقيا في اسوان، وتستخدم جامعة أفريقيا في أسوان للتبادل العلمي لاستقبال وفود منهم وإرسال بعثات يعني للتبادل العلمي والثقافي والإنساني بيننا وبين دول منابع النيل. وعندنا إمكانيات لفكرة رجال الأعمال، احنا عندنا من أهم رجال الأعمال اللي موجودين في دول منابع سواء في كينيا ولا في إثيوبيا ولا مجموعة القلعة، يعني واخدة مشروعات هناك ودي مجموعة مصرية يعني. وبالتالي من الممكن ان انت نوسع ده، بس نبطل فكرة ان احنا بنزل لهم ده، لان ده شيء مهم. طب دلوقتي ايه؟ انا اخر حاجة هقولها ده فكرة اللاجئين، وانا كان ليه حظ ان انا خدت اول حكم قضائي ضد الحكومة المصرية بمنع ترحيل اللاجئين. زمان كانت ذهنية افريقيا عن مصر انها حاضنة لكل حركات التحرر. من ساعة ما دبحناهم عند جامع محمد محمود بدأت الذهنية دي تتغير، وبعد كده بدأنا اللاجئين بتوع إريتريا نسلمهم تاني عشان يقتلهم. فذهنية الأفارقة عننا بقت سيئة جدا، إن إحنا بنتعامل معهم بتعالي، إن إحنا دولة قمعية ما بتحترمش حقوقهم ولا حرياتهم. وكان في اتنين سودانيين كانوا هيترحلوا لدارفور وكانوا هيدبحوا يعني، فقدرت ان انا اخد حكم قضائي بوقف الترحيل. ومجلس الدوله ما عندناش قانون بيتكلم على اللاجئين في مصر، بس عندنا اتفاقيه دوليه مصر موقعه عليها، فمجلس الدوله المصري اعتمد على هذه الاتفاقيه والزمهم بوقف الترحيل، وقدرنا نطلعهم من المعتقل حتى ما كانش فيه محاكمه. طلعناهم من المعتقل وهيئه مفاوضي اللاجئين قدرت تشوف لهم دوله تستضيفهم كانت سويسرا، وسافروا الى سويسرا. فلازم نتعامل مع قضية اللجوء دي بطريقة مختلفة غير اللي احنا بنتعامل بيها دلوقتي، لانها اللاجئ دلوقتي لما بيجي احنا بنتعامل معه باعتباره اجنبي، ولاده لو عايزين يدخلوا مدرسة بيدخلوا بمصاريف باعتبارهم اجانب، ودي مصاريف عالية جدا. فرص العمل بتاعته عشان يشتغل لازم يسجل نفسه في وزارة القوى العاملة وياخد تصريح، ولو ما خدش التصريح دوت اي صاحب عمل ممكن يشغله بدون عقد بس. وده اللي يخلي ده اللي بيحصل، عشان كده هتلاقيهم متمركزين في مناطق الاسكان العشوائي. في الكيلو 4.5 او في الدويقه او في منشيه ناصر،
فرص العمل اللي قدام منهم حتى لو هم معهم مؤهلات عليا فرص عمل متدنية جدا. ولادهم ما بياخدوش فرصة تعليم لما بيروحوا المستشفيات. كل ده ما احناش واخدين بالنا قد ايه هو مضر، يعني قد ايه هو مضر على سمعتنا. يعني احنا لو دولة حاضنة ليهم وبنتعامل معهم بإنسانية وبنتعامل معهم باعتبارهم زي المصريين، ده يفرق تماما تماما في علاقات افريقيا بينا، يفرق تماما اسرائيل بتعمل ايه في دول المنابع. يعني في اللحظه دي احنا نبقى اهم من اسرائيل. للاسف احنا بقينا معبر ان بعض منهم بيروح عشان اسرائيل تبقى حاضنه ليه. طيب حضرتك قلت، انا كنت هسال سؤال تاني بس حضرتك قلت دلوقتي اسرائيل، دلوقتي موضوع علاقتنا مع سواء امريكا سواء اسرائيل كل الناس مختلف عليه، حضرتك رايك ايه من العلاقه؟ هل في يعني جزء من العلاقه شايف حضرتك المفروض يستمر زي ما هو او ان هي لازم تتغير جذريا؟ خليني في اسرائيل الاول وبعد كده ندخل في امريكا. في اسرائيل احنا في اتفاقيه سلام، احنا ملتزمين بالالتزام التعاقدي طالما هم التزموا بيه. لو اخلوا بيه مفيش قدامنا غير ان احنا ندافع عن نفسنا. والالتزام التعاقدي اللي اقصده اتفاق السلام. في اتفاقيات اخرى اللي هي اتفاقيات التجاره سواء الغاز او الكويز، دي حتى لو انا شايفها مش في صالحي ممكن الغيها، لا ترتب عليها حاجه. فيما يتعلق باتفاقيه السلام فقط محتاجين مراجعه للنص اللي بيتكلم عن كامل حدود المصرية، كامل السيادة المصرية على كامل الأراضي المصرية، لأن ده عدى أكثر من 30 سنة على الاتفاقية وبقى محتاج مراجعة. والتاريخ شاهد إن إحنا ما كانش فيه أي اعتداءات مننا، بل على العكس كان فيه بيبقى اعتداء علينا، فبقت محتاجة لمراجعة. وفي نفس الوقت إحنا داعمين لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي كامل حقوقه، لأن ده دي قضية محورية بالنسبة للشعب المصري كله، وأي رئيس قادم هيبقى متمسك بيها وما يقدرش إنه حتى لو مش عايز إنه، ولازم فكرة الحصار على غزة ده يبقى فيها إنها تنتهي تماما. والعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل؟ العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل أنا مع إن إحنا اتفاقية الغاز، ما ينفعش المواطن الإسرائيلي بياخد الغاز المصري أقل من المواطن المصري، وكذلك الأسباني وكذلك الأردني. يعني مش عشان إسرائيل بالذات، يعني عشان مبدأ يعني. ده من زاوية اتفاقية الكويز بقى للرجال الأعمال المبسوطين منها. احنا محتاجين نشوف ايه عقد اتفاقية الكويز على الشارع المصري، هل هي كانت مفيدة ولا كانت مضرة؟ وهنفضل طول الوقت في حاجة لإدخال المنتج إسرائيلي عشان نقدر نصدر، يعني طول الوقت نبقى محتاجين الدبرونة يعني عشان نبقى قادرين ندخل السوق الامريكي. طيب لو السوق الامريكي هيبقى فيه صعوبه وفيه ضغوط سياسيه زي دي، طب نشوف السوق الافريقي اللي ما فيش فيه اشتراطات جوده، انا بتعالى عليه ليه وبترفع عنه ليه؟ طب ممكن السوق الافريقي ما يبقاش بيديني نفس الربح بس بيديني مساحه اوسع في التصدير، فالمساحه الاوسع في التصدير تغطي الربح اللي انا محتاجه. امريكا لو كان في علاقه ما او يعني عقد او يعني قصدي ديل مع اسرائيل وفي مصلحه لينا، هل حضرتك ساعتها هيبقى نفس موقفك؟ يعني قصدي هل موضوع المبدا ان علاقه اقتصاديه مع اسرائيل مرفوض تماما، ولا لو هو ملوش علاقه وهو ملوش مصلحه لينا؟ في العلاقات الخارجيه مش هقدر اقول كده، لكن هقدر اقول انه على الاقل عهد الاتفاقيات السريه انتهى، مش هيبقى في اتفاقيات سريه، لان الاتفاقيات السريه دي يعني تنفع مع الشعوب الخانعة اللي ما عندهاش ديمقراطية. الشعوب اللي عندها ديمقراطية لازم الشعب يبقى مقرر مصيره وعارف ايه الاتفاقيات اللي بيدخلها، ايه شروط التفاوض، بيتناقش حوالين منها وبيقرر مصيره فيها. فيما يتعلق بأمريكا، أمريكا دولة محورية في العالم ما حدش يقدر يتجاهلها، بس احنا كمان محتاجين بقى زي ما كنت بقول علاقتنا بأفريقيا، هم كمان محتاجين يفهموا علاقتنا بيهم، لازم تبقى علاقة ندية، والعالم مش هتوقف عليهم لوحدهم، وانه احنا الاثنين محتاجين بعض، مصر محتاجة امريكا وامريكا محتاجة مصر، ولازم نبقى بنتعامل من المنطق ده، وان التعامل ده يبقى ليه حدود، حده الحقيقي عدم التدخل في سياساتنا الخارجية وعدم التدخل في سياساتنا الاقتصادية. احنا نقرر ما نشاء من سياسات في هذا الشأن، ولازم مصر ترجع تلعب دور اللي كانت بتلعبه مع مجموعة دول عدم الانحياز اللي بقت دلوقتي اسمها دول الجنوب.
الدول العالم النامية اللي بتحاول تواجه الدول الصناعية الكبرى سواء في منظمة التجارة العالمية أو في غيرها من الأشكال زي البرازيل وزي الهند وزي ماليزيا وجنوب أفريقيا. ده مكاننا الطبيعي، ده دورنا، وعندنا كفاءات دبلوماسية تستطيع أن تضع مصر على الخريطة التي تستحقها في هذا الشأن. طب موقف حضرتك إيه من المعونة؟ المعونة الأمريكية لازم توقف. يعني المعونة الأمريكية بقت واخدة منحنى سياسي بقى أزيد من اللازم، وهي مش كبيرة للدرجة أنها يعني يحصل فيها من غيرها يعني مش حقيقي يعني. وعلى العكس تماما المعونة دي بتشترط تشتري منتجات وأدوات من عندهم، فهي كمان بترجع ليهم تشتري من عندهم منتجاتهم، فبترجعي كمان المبالغ ليهم. يعني في ناس مع ان هو ليه ما نفتحش باب العلاقات تاني ونرجعهم، في تاني بيقولوا لا يعني هتسبب مشاكل كتير. موقف حضرتك ايه؟ الموقف في العلاقة مع ايران ان احنا محتاجين محاور علاقات جديدة، ما ينفعش انها تفضل زي زمان. محتاجين ايران ومحتاجين تركيا. في ايران بالذات الوضع هيبقى مختلف لان حساسيته مرتبطة بحقوق الدول العربية في مواجهة ايران، وقد ايه انهم ممكن يبقوا قلقانين من دوت. لكن مش مع فكرة ان العلاقة تفضل بنفس البرود اللي كانت موجودة عليه في عهد مبارك، لابد انها تتطور مع مراعاة حقوق الشعوب العربية سواء في الخليج العربي او غيره. طيب انا عشان الوقت اقرب فيه بس سؤالين عايز اسألهم لحضرتك فاضلين. اول سؤال، دلوقتي حضرتك مرشح نقدر نقول يا تالي مش كده، وفي مرشحين غير حضرتك، فهل حضرتك ما كنتوش شايفين انه مثلا لو في واحد بس مرشح من التيار اليساري كان هيمنع تفتيت الاصوات؟ اكيد. طب زي الاسلاميين برضو لو كانوا مرشح واحد كان يمنع تفتيت الاصوات. هي المرحله دي بطبيعتها مرحله تنافسيه وتعدديه. انا فكري الذي انتمي اليه هو فكر يساري، لكني مش نازل عن اي حزب يمثل يسار، انا نازل مستقل في هذه الانتخابات. واتمنى في وقت من الاوقات انه مش اليسار اللي يتوحد، القوى المدنيه كلها تتوحد. وانا طرحت ده وقلت للمرشحين، كل الناس بتنادينا بالتوحد، قلت العمناوي فتوح وحمدين صباحي والعز الحريري وهشام بسطاويسي وايمن، يا ريت تتوحدوا. وقدامكم من هنا اليوم 26 ده اعلان الاسماء النهائيه، حاولوا لان بعد يوم 26 الناس هتكمل المعركه. يا ريت الناس تقعد وتتوحد على مرشح واحد، لان ده هيبقى مهم للثوره كلها. ولو لاحظت الاسماء اللي انا بقولها اسماء من كل الالوان السياسيه، اتمنى ان يحصل دوت قبل يوم 26، لان لو يوم 26 جه بدون ده ما يحصل كل واحد فينا يكمل في معركته لوحده. يا حضرتك ما عندكش مانع ما تكملش لو في حد تاني حضرتك اتفقت معاه؟ لا مش حد تاني، بس انا اشترطت الخمسه. حد من الثوره تستاهل ان كلنا ننكر ذواتنا، وانا طرحت الخمسه دول لو قعدوا مع بعض واتفقوا انا بره. يعني حتى مش عايز ابقى لا مجلس رئاسي ولا اي حاجه من دول، لكن ما ينفعش يجي مرشح سين يقول لي تعالى معايا ومرشح صادي يقول لي لا هاجي معاك ولا هاجي معاك، عشان الكلام يبقى واضح. لا اما تقعدوا انتوا الخمسه عشان الوحده يبقى ليها قيمه، لا اما هنفضل بنفس النمط ده فالتفتيت موجود انا هكمل. وبقول ده لحد يوم 26 عشان ما يفضلش الموضوع معلق. طيب اخر سؤال عايز اساله حضرتك، كان في تصريح انا قريته على حضرتك قولي لو هو صح ولا غلط، كان لما عمر سليمان قال ان هو هيترشح حضرتك قلت ان احنا لازم نحارب التيار ده حتى ولو باستخدام السلاح. حضرتك قلت الكفاح المسلح. كفاح مسلح بس هم سقفوا ونسوا يسمعوا الكفاح المسلح بالاخلاق. ليه تكمله؟ لا يعني انا كنت بطرح، لا مش كانت ليه تكمله، انا كنت بطرح ده ليه؟ انا قلت ان احنا متمسكين، وانا بقول ده احنا متمسكين بسلميه الثوره. تمام. بس كل اللي بيطرح عمر سليمان كان بيلعب بالنار، لانه بيخدعوا البسطه زي ما خدعوهم في الاعلان الدستوري. وافقوا على الاعلان الدستوري ده في استقرار بعد كده، والموافقه بالعلامه الخضراء والرفض بالعلامه السوداء، اللي هيرفض سندكم سوداء مفيش حاجه جايه، واللي هيوافق يعني التنميه جايه والاستقرار جاي. برضه في موضوع عمر سليمان بيخدعوا البسطه ويقولوا لهم ده هو ده اللي هيعمل الامان. وايه بقى ده هو ده اللي هيلم بقى بتوع الثوره وهيلم الاسلاميين؟ مش واخدين بالهم ان ده وهم، مش واخدين بالهم ان ده معناه عوده بحور الدم تاني في الشارع المصري. يعني استحاله الناس تتخيل ان عمر سليمان هيجي ويبدا يصطاد الناس والناس هتقف تتفرج عليه.
فكنت بحاول اصدم المجتمع احطه قدام الحقيقه. اوعوا تتخيلوا ان عمر سليمان هيحقق الامان. عمر سليمان مش هيقدر يحقق الامان، هيحول الموضوع لصراعات في الشارع المصري. عشان كده لو بصيتي على يوم الجمعه عبود الزمر طلع على المنصه وقال لو عمر سليمان كمل احنا عندنا طرقنا الاخرى، وبعض المرشحين من الرئاسه عملوا بيعه على الدم والجهاد. حضرتك تحول الانسان، فالجمله دي خضت كتير. الجمله معروف انها عكس طبيعتي، بس بالضبط. انا اصدم المجتمع. اوعوا تتخيلوا ان ده في استقرار، يعني حضرتك لكن انا متمسك. لا اكيد مش مع العنف الا دفاعا عن النفس طبعا. يعني لو في عدوان عليها لازم ادافع عن نفسي، لكن ان احنا نبادر باستخدامه مش معاه، وان احنا نبادر باستخدام السلاح مش معاه. لكن لازم يتشاف الامور في سياقها السليم. اللي كان بيحصل هو لعب بالنار، يعني ربنا لوحده هو اللي بيحاول يعني يحمينا من الخطر ده.